فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استأجرت سيارة وحصل فيها تلف، فهل أضمن مطلقا أم بالتفريط فقط؟ تفريط فقط، إذا تلف فيها شيء بالاستعمال غير المتعدي فلا ضمان، لأن هذا مأذون فيه. أما إذا كان فيه تعدي في الاستعمال فإنك تضمنه، مثلا أسرعت بالسيارة أو حملتها أكثر من حملها، أو هذا تضمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو سقته وأنت ما تحسن القيادة تضمن هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.